الموضوع ده بقاله 6 شهور شغال في البلد. الاستاذ اخد فلوس من ناس كتير هنا، ضحايا كتير، مبالغ كتيره قوي، بيديهم فوائد وطمع الناس وجشع الناس، ادوا كل اللي عندهم، كل الفلوس اللي في البيوت كل واحد طلعوها على اساس ان في فوائد كتيره نزلت. وبعد 6 شهور بدا شغال معاهم، يديهم فوائد، يديهم فوائد، في الاخر جمع مبلغ بما يعدي 3 مليون وما عادش شفنا وشه. هو نصب على الناس، واخد من الناس فلوس ياما وما عادش لقيناه خالص. انا رحت الوقت لقيت الناس متلميه عند دكان سامي، وسامي ده بيقولوا له يا شيخ، ولقيت الناس بتقولوا له له 600 وله 7000 وله 5000 وله 10000 وله 20000 وله 30000، وشويه الناس بيقولوا طب الفلوس كلها كام؟ بقول الفلوس 3 مليون جنيه او 4 مليون جنيه واخدته. وبعدين الناس قالوا هو المستريح الجديد ده ولا ايه؟ وده المستريح الجديد ولا ايه؟ جيب الليل خد عفشه وخد العزال بتاعه اللي في الدكاكين وهرب. في ناس ادت واحد اسمه الشيخ سامي ادته مبالغ ماليه، فهو كان بيشغلهم، فكان بيديهم فوائد 3500 في الشهر على 10000. ففي ناس كان بيديله 10000 ووصلها مبلغ 15000 في 5 شهور، فكده خدت ال 10000 بتاعتها، خدتها 15000 في 10 شهور. فدلوقتي بتطالب بالراس المال بتاعها.